السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير أستاذ بدر. النهاردة هنستعرض التصميم الجديد الخاص بفيلا حضرتك، مع حضرتك باشمهندس كريم عصام، مدير عام التصميمات ورئيس قسم التصميمات ومدير عام مكتب أركي ميكر. احنا عدلنا الديزاين لحضرتك بناء على طلباتك الأخيرة، و حابين بس نأكد على شوية نقط. إن إحنا عندنا الارتداد من ناحية المواقف ده غصب عننا لازم يبقى 3 متر، مش هنقدر نقل بيه لـ2 متر، وإن إحنا لينا الحق إن إحنا نفتح عليه باب، فهو طبعا مش باب رئيسي ولكن ده باب خاص بمدخل العائلة ومجلس النساء. ده كده مبدئيا. خلينا نستعرض بسرعة الموقف. طبعا اللاندسكيب ده مش نهائي، ده احنا بس مجرد فرشينه كده انترلوك، ولكن يعني بعد الموافقة ان شاء الله هيتم عمل لاندسكيب اكثر تفصيلا. احنا داخلين من هنا كده ان شاء الله هنلاقي في فاونتين صغيرة في المدخل. عندي المجلس الخارجي عبارة عن مدخل حمام عزك الله مع ووشز، بنتري صغير والمشب نفسه. بعد كده نخش على المدخل الرئيسي الخاص بالرجال. هنلاقي عندي في عندي مجلس رجال، عندي جزء خاص بالدايننج ومغاسل وحمام. تم مراعاة ان تبقى المسطحات كلها مفتوحة على بعض. طبعا نقدر نقفل هنا باب سلايدنج او هنا باب سلايدنج او حتى فولدنج اللي هو المنطبق، وممكن طبعا نفصل من هنا ببواب زي ما حضرتك ما تحب، ولكن احنا سايبينها مفتوحة عشان ناخد رأي حضرتك فيها، ان الفراغات كلها نقدر تبقى مفتوحة على بعض. المنطقة الخاصة بالفاميلي سيتنج مفتوحة على الجنينة الخلفية اللي هي الغربية، وعلى الجزء برضو الشرقي مفتوحة من الجنبين. هنخش هنا نلاقي عندي السلم يطلعني للأدوار العلوية مع المصعد، وهنا ده مخرج خاص بالارتداد الخلفي. عاملين المنطقة ديت برضو مفروشة بشكل مبدئي زي فاميلي سيتنج صغير، ممكن يبقى مظلل، وممكن برضو يتعمل منطقة باربيكيو اريا في الجزء دوت. هنخش من هنا نلاقي عندنا المطبخ. المطبخ طالع منه اللاندري وستوريج بباب خارجي طبقا لطلبات حضرتك، بحيث اللي هو يخدم المطبخ على طول. طبعا هنا ده الرخامة دي ممكن نكملها لغاية الآخر، عشان هو هنا المفروض كان هيبقى فيه زي بريكفست اريا صغيرة، ولكن ممكن برضو تكمل الرخامة عشان نستخدمها في المطبخ. وعندي مدخل خاص بغرفة الخادمة وحمام خاص بيها. عندي ده منور 2x2، ده لازم عشان التهوية طبقا للاشتراطات الجديدة. طبعا هنا اكتر من 2 متر علشان خاطر احنا ودينا المبنى على الاخر خالص على الارتداد هنا اللي هو 3 متر، علشان خاطر طلبات حضرتك ان يبقى الجزء اللي هنا اكبر بكتير في الناحية الغربية. هو دلوقتي باين اللي هي متساوية عشان احنا هنا سايبين 3 متر وهنا 2 متر بس، فاحنا ودينا زي ما حضرتك مش شايف على اخر الارتداد 3 متر من هنا. بعد كده عندي هنا مجلس النساء، عندي ليه مدخل خاص بيه من بره خالص، ومن هنا مدخل خاص بيه مغاسل وحمام. المنطقة بتاعت السيتنج او المجلس نفسه مفتوحة برضو. كل الكلام ده ممكن يتقفل ببواب سلايدنج او ابواب عادية او ابواب فولدنج على حسب طلبات حضرتك. ده كل الكلام ده سهل حضرتك تدهولنا، ده يتنفذ على طول. ده كده بالنسبة للدور الارضي. نطلع للدور الاول. طلعنا هنا عن طريق السلم او عن طريق المصعد، هنطلع هنلاقي ان عندي فاميلي سيتنج معاها بانتري او كيتشنت مفتوح برضو طالع على الجهتين. غرفة النوم الرئيسية مع دريسنج كبير، مغاسل والحمام. مطلعين المغاسل بره هنا علشان حمام الماستر فيه بين شاور كبير وباث تاب. بالمناسبة الباث تاب ده ممكن يتركب بشاسيه ويبقى جاكوزي في نفس الوقت.
يعني يستخدم كبانيو او جاكوزي، وهنا التويلت، وعندي هنا الدريسنج زي ما قلنا، اوضه النوم الرئيسيه. نخش من هنا هنلاقي كلوزت صغير مع اوضه مع حمام كامل، في رين شاور وفي بانيو والحوض والتويلت، فاميلي سيتنج زي ما قلنا عليها. بعد كده هنخش على اوضه النوم تيبيكال، مدخل صغير بكلوزت، غير طبعا الدولاب الابلكار الموجود الحائطي مع تويلت مع غرفة النوم، وشرحه هنا بإجمالي 3 غرف نوم زائد الماستر. طيب نطلع الدور اللي فوق، طلعنا الدور اللي فوق هنا هنلاقي عندي أوضتين نوم طبقا لطلبات حضرتك، مع غرفة مكتب وتويلت مع مغاسل علشان خاطر يخدم الفاميلي سيتنج الخارجية والمكتب. وبرضو المكتب هنا مش هنقدر نفتحه للأسف الشديد من الجنب ده عشان خاطر الجيران، وعشان خاطر الاشتراطات، ولكن لو حضرتك حاببنا نفتحه اوكي برضو مفيش اي مشكلة في الحاجات دي كلها. اهم حاجة بس ان الديزاين نفسه حضرتك تكون موافق عليه. ده كده شرح للفكرة التصميمية بشكل مبدئي، أرجو إن هو يكون حاز على إعجاب حضرتك. كنت حابب بس أستعرض إن الفكرة دي تم تطويرها بعد الفويس اللي حضرتك بعته، وهي أساسا كانت معمولة بالشكل ده. كان فيها فرونت يارد وكانت مقفلة بالأسلوب ده كده، وكان فيها باك يارد كبير مفتوح، باك يارد كبير يعني دول حوالي اكتر من 7 متر، وكان المبنى زي ما حضرتك ما شايف متوسط كده في مكانه في نص الارض، هو تقريبا نفس التقسيم يعني ما فيش حاجة اختلفت فيه، ولكن مكانه واللاندسكيب كان مختلف، وكان فيه هنا في باك يارد محترمة جدا غير الفرونت يارد كمان اللي هي اوريدي كانت كبيرة وفيها ال مواقف السيارات، ولكن كان في باك يارد محترمة لاستخدام العائلة بعيد خالص عن الشارع وبعيد عن مجلس الرجال، ممكن استخدامها في أي وقت وبأي شكل بعيد خالص عن الجزء الخاص بالرجال واستخداماته. برضو أنا هخليهم يبعتوا لحضرتك الدور الأرضي دوت برضو عشان حضرتك تدرسه، ويعني هو ده نفس الفكر ده بالظبط اللي احنا لسه شارحينه، ولكن ده طبقا لطلبات حضرتك. رجعنا المبنى لورا خالص وجبناه على اول الارتداد من ناحية المواقف علشان نفضي الجزء هنا بس. انا شايف ان مفيش اختلاف كتير، وان الفكرة التصميمية دي كانت عطية لحضرتك فرونت يارد وباك يارد وسايد يارد محترمة. أرجو إن يكون الشرح وافي. وبالنسبة للمدخل الخاص بي يعني المطبخ ده سهل اللي احنا نعمله من هنا على المقترح ده، لو حضرتك حابب اللي احنا نكمل على المقترح ده. فكرة اللي احنا نفتح هنا الأبواب شوية ونوسع الدنيا أو نخليها مفتوحة على بعض دي في إيدينا. للأمانة المهنية أنا شايف إن فكرة الباك يارد الخاصة بالعائلة مع الفاونتين الصغيرة ديت، أو لو حضرتك عايز تشيلها ونعيد تصميم الجزء ده بحيث إن يبقى فيه هنا باربيكيو إيريا قريبة من المطبخ، هتبقى لذيذة جدا يعني هتضيف للفيلا، زائد ان هو مكان خاص ومقفول. لو حضرتك عايز حتى تعمل فيه هنا كمان سويمينج بول صغير هيبقى شيء هايل، حتى لو مستقبلا هيبقى شيء هايل ومكانه هيبقى موجود ومنعزل جدا عن بقية المبنى وبقية الاستخدامات. شكرا جزيلا، وارجو ان انا اكون وفقت في الشرح. اتفضل في رعاية الله.